السلام عليكم شباب معكم جهاد 11 اول جهد اليوم في هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف تقدر تطلع السلاح الاكزووتك نو تايم توكس بلين خليكم معي هذا الفيديو وان شاء الله تستفيد طبعا حق يطلع لك هذا الريكوست لازم كنت لعبت الديلي الاسبوع الماضي بارادوكس اللي جمعت في جوستات وبعدين رحنا في اوف جلاس البوابي اللي على جنب ودخلنا قتلنا وحش واخذنا صندوق من داخل وحصلنا على جوست اذا حصلت على جوست الاسبوع اللي راح اللي عليك تسوي هذا الاسبوع انك تدخل وتقتل بس الوحش وتخلص المهمه ومو شرط انك تروح فوت غلاس جلاس داخل وبواب وتنتقل لفينس في لا بس لازم تخلص المهمة عادية وراح يفتح لك الكويست على طول. إذا خلصت الدالي راح تعطيك الكويست الجديد نوت فورج دان لايت. مهمة الأولى سهلة اللي علي عليك يعني تسوي تاخذ عندها ألف نقطة وهذه الألف نقطة تقدر تخلصها بموتو فلايت تسلم 10 موتو فلايت وراح تخلص أمورك بسرعة طبعا إذا ما كنت مع فيوتشر ورك من هذا الأسبوع تونم في هذا الأسبوع بدايته يمديك تغير وتروح لفيوتشر ورك اوت وتكمل الكويست لأنك ما راح تقدر تاخذ الكويست بدون ما تنتقل لفيوتشر ورك اوت يعني اسحب على ديد اوربت وتعال لفيوتشر ورك والخطوة الثانية من الكويست بعد مرة سهلة عليك تقتل مونيتر تيكن طبعا انا رحت فينس احسن محل زي ما تشوفون قدامكم الحين اتوقع هذا المحل معروف اللي عليك تجي تقتل المونيتر وراح تطيح لك هذه السيميليشن كور طبعا اذا طاحت لك هذه القطعه شنو تسوي فيها تدخل لها وتسوي لها يعني زي اللي تسويه ديسمانتل او تضغط عليه مربع زي ما تشوفون قدامكم حصلت كويست فما جاني رحت للقطعه سيميليشن كور وضغط عليه مربع وخلصت الكويست وننتقل للخطوه اللي بعدها وهذه الخطوه اللي بعدها بعد مره سهل ترجع إذا تستور وتكلم فيوتشر وورك اوت مره ثانيه وراح تعطيك الكويست اللي بعده هذا الكويست راح يطلب منك انك تروح تلعب فوتو جلاس على اي صعوبه ما يهم احنا لعبناها على ايسي وخلصناها وحصلنا القطعه المطلوبه وزي ما تشوفوا قدامكم الحين هذا اثيون راح نقضي عليه وراح تنزل القطعه اللي نحتاجها حق نكمل الكويست طبعا بس تقتل الوحش راح تجيك على طول على اليمين اسمها بالضبط اي اوف ايثيون اللي عليك تسويها زي ما سوينا في القطعه الاولى تروح تدخل عليها تضغط مربع وتسوي لها شاترد وراح يعطيك الخطوه اللي بعدها وبعد ما تخلص فوتو جلاس على اي صعوبه راح ترجع الى فيوتشر ورك اوت وتكلمها من جديد وراح تعطيك الخطوه ما قبل الاخيره هذه الخطوه سهله لازم تسويها لوحدك ما تقدر تسويها مع اخوياك راح نشوف الحين كيف تسويها بالضبط وطبعا الخطوه اللي بعد راح تجمع معانا توايلد كاب طبعا هذه راح تطلع معك الخ... طبعا هذه الخريطه راح تفتح معك في الارض او الارث او كوزمودروم دروم لا تسميه يعني راح تطلع لك مهمه جديده تدخل هناك لوحدك ما تقدر تدخلها مع اي احد من اخوياك ولازم تسويها سولو طبعا مهمتها مره سهله اللي عليك تسويه راح تشوف في كور سوداء هذه الكور السوداء لازم تفجرها كامل وحكتب تبقى حي لازم تنظف نفسك في هذا الابيض اللي نعبر فيه لان اذا طلعت منها راح الشاشه تصير سوداء تروح تنظف نفسك وتروح للكره اللي بعدها هذه موضوعها بس ومره سهل يعني تاخذ فر على الماب تمشي على اي طريق ما يهم على اي على أي وحده تبديها اي وحده تنتهي فيها ما يهم الا عليك انك تاخذ فر عليهم كامل وتكسر كل الكور السوداء وطبعا لما تخلص الكور السوداء راح يكون في صندوق نهايه الماب توني عابر عليه راح تشوفون الحين قدامكم على الشاشه طبعا لما قال لي باسل خوينا باسل 96 لما قال لي ان هذا الصندوق موجود ورا اساسا انا ما انتبهت له وجلست افحص في الماب يعني أشكره جزيل الشكر لانه ساعدني في هذا الشيء ف وش ثاني ساعدني في الفوتو جلاس صراحه شنب ما قصر مدير كبير يا باسل كم انت مدير ف زي ما قلت لكم تفتح الصندوق راح تخلص هذا الريكوست وننتقل للخطوه اللي بعدها وبعد ما نخلص التوايلايت جاب راح نرجع لفيوتشر ورك اوت مره ثانيه ونكلمها لما قب مره ما قبل الاخيره لان هذه اخر مهمه بعد راح نستلم السلاح بعد هذه المهمه طبعا هذه المهمه راح تكون في بلاك جاردن وسويناها احنا اثنين ولا هي كانت صعبه اتوقع حتى لو واحد يسويها بس راح يكون عندك زحمه مونيترز بشكل كبير طبعا اذا وصلت بلاك جاردن راح تقتل وحوش لازم ما يكون عندك العدد زي ما تشوفون فوق على اليسار الانجر فوق ال 100% وراح يطلع معاك الوحش طبعا الوحش يتنقل في ثلاث اماكن والهيث حقه مو وايد يعني مو كبير يمديك تشيلون اثنين بالراحه سنايبر فيوجن رايفل ولا حتى سكوت يمديك تشيله بكل سهوله بس اللي راح يمللكم لكم عدد المونيتر الكبير الموجود في المنطقه راح يكون عدد كبير مره كبير فاذا كنتم هاتر بديكم تختفون مره بسرعه ويكون موضوعكم مره سهل بس احنا نحن اثنين تايتن و... وكم بعد الموضوع سهل ما كان صعب فاذا قتلت المونيتر راح نرجع للتور ونستلم السلاح وكده شباب تقريبا وصلنا هذا الفيديو بعد ما قتلت المونيتر جينا اخذنا السلاح من فيوتشر وركوت وحصلنا سلاح اكزوتيك مميزة ان فيها اذا جبت اي هيتشات شات او كريتيكال هيت راح يرجع لك الايم ودايركت للمجازين انا اتوقع عندي احساس كبير ان هذا السلاح راح يكون فيه جلتشات مره كبيره ومره كثيره وكم هائل راح من الجلتشات وراح اتوقع راح يعدلون بعد فتره فطبعا السلاح ما جربته لحد الحين بس من مميزات ان السلاح ممتاز حق جلتشات واتوقع وقارنت مع الردث تقريبا الردث يفرق بس شكل بسيط عن الامباكت بس شيء بسيط والميزه في هذا السلاح انه فل اوتو مره فل اوتو مره جبال طبعا راح اسوي عندي فيديو ثاني راح العب فيه كوسو راح العب فيه ستوري راح اجربه في كل محل وراح ارفع الى 305 تقريبا شيء كذا يعني اعطيه فوق ال 300 حق اجرب السلاح يعني اشوف قوته من جد فكل شيء وصلنا هذا الفيديو اتمنى أعجبكم استفدتم منه شيء فلا تنسى الشير لايك في سبسكرايب اشوفكم على الفيديو الجاي السلام عليكم